أسعدت أوقات مشاهدينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم مع الأحداث على الهواء مباشرة، وفي كل خميس وفي تمام الساعة 9 لقاء جديد يتجدد معكم، وبكل تأكيد مجموعة من المحطات والمواضيع المتعلقة بالمستجدات في الراهن السياسي والشارع السياسي بالبلاد، ولا حديث طبعا سوى عن العملية السياسية بالبلاد والوصول إلى المراحل النهائية وتشكيل حكومة قادمة في البلاد عقب التوقيع على الاتفاق الإطاري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. منذ أن وقعت الحرية والتغيير المجلس المركزي مع المكون العسكري على الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر، ظل المشهد السوداني في حالة صعود وهبوط ومد وجزر نتيجة لحركة التفاعل والحراك الكثيف الذي أحدثه هذا الاتفاق بين كافة الأطراف السياسية ومكوناتها المجتمعية. ربما هناك عوامل ومحركات كثيرة حاولت التعاطي مع هذا الاتفاق رفضا أو تأييدا، لكن يبدو أن المحرك الأكبر أو بالأحرى الأكثر تأثيرا وفعالية في هذا الاتفاق هو المكون الخارجي، سواء عبر الآلية الثلاثية أو عبر المحركات الدبلوماسية الأخرى بالخرطوم. ويبدو كذلك واضحا أن الكتلة الديمقراطية توجست كثيرا من هذا الاتفاق واعتبرته عدوا مباشرا لها، فسعت إلى فرملته وإجهاضه مستخدمة في ذلك كافة وسائلها. ولاحقا دخلت الشقيقة مصر في الخط الساخن لهذا الاتفاق عبر مبادرة مختلف في حقيقتها ومنطلقاتها، ولكن في مظهرها العام هي محاولة ربما لتسليك الطريق أمام الأطراف السودانية للوصول إلى محطة التقاء تنهي جدلهم السياسي. لكن حتى الآن ربما لا يعلم الرأي السوداني ما هي حقيقة هذه المبادرة المصرية، وما هو الدور المصري المتوقع حيال مستقبل الاتفاق الإطاري، خصوصا بعد رفض الحرية والتغيير المجلس المركزي للدعوة المصرية لعقد ورشة للأطراف السودانية بالقاهرة. يبدو أن هناك عامل آخر استجد في المشهد السوداني، وهو تلك الإرهاصات والتسريبات التي باتت تتناقلها مجالس المدينة ومطابق السياسة في السودان، وهو الحديث عن عودة حمدوك مرة ثالثة لرئاسة مجلس الوزراء كخيار ربما يدور النقاش فيه الآن داخل الغرف المغلقة. فما هي حقيقة ذلك؟ ومن هم الداعمون أو المطالبون بعودة حمدوك؟ تساؤلات شتى حول مستقبل الاتفاق الإطاري في ظل الغبار الكثيف الذي أثير حوله، وقضايا كثيرة أخرى لا زالت تقبع تحت الظل والظلام، وهي بالتأكيد تحتاج لمزيد من تسليط الأضواء والإيضاحات حتى تستبين حقيقتها للرأي العام. أهلا بكم مشاهدينا، ضيف هذا المحور الأستاذ ساطع الحاج رئيس الحزب الناصري والقانوني المعروف. مرحبا بك أستاذ ساطع ومساء الخير. وعليكم السلام وأهلا بك وبمشاهديك، مرحبا أستاذ ساطع. يعني ابتداء، ما هو تقييمك للمشهد السياسي الآن في البلاد عقب التوقيع على الاتفاق الإطاري وبداية العملية السياسية التي تم وصفها بالمرحلة النهائية للعملية السياسية؟ طيب، أعتقد أنه الاتفاق الإطاري أصلا هو عبارة عن فكرة التحول الديمقراطي أو فكرة الانتقال الديمقراطي من معسكر ديكتاتوري إلى معسكر إلى فضاء الديمقراطية والحريات والعدالة والسلام إلى الآخر. وهذه الفكرة حقيقة في تقديري من جميع الكتل السياسية الموجودة لم تجد حظها الصحيح في النقاش، ولم تناقش بشكل موضوعي في كثير من الكتل السياسية، ولذلك ثار حولها غبار كثيف جدا. ولكن لو كان تمعنا في هذا الأمر وتم دراسته بشكل وفككناه وبشكل موضوعي، كان فكرة التحول والانتقال الديمقراطي لا بد أن تحتوي على مجموعات سياسية ومجموعات مدنية وأصحاب مصلحة، يجب أن يعني يتم نقاش في هذه الفكرة بشكل جيد. إذن الفكرة ذات نفسها، ما لا أعتقد أنه هنالك من يختلف على فكرة التحول الديمقراطي أو الانتقال الديمقراطي، لكن الأدوات والطرق المستعملة لتحقيق ذلك الهدف هنالك خلاف حول هذا الأمر. هذا الخلاف لم يناقش بشكل موضوعي حتى الآن، ونوقش بشكل عاطفي وبشكل غير عقلاني،
وتوزعت الاتهامات يمينا وشمالا، وده أدى في نهاية إلى إرباك المشهد السياسي وإلى خلق تعقيدات عميقة داخل المشهد السياسي. أنا لا أعتقد أننا بهذا الوضع يمكن أن يصل السودان إلى بر الأمان. طيب دعنا في هذه النقطة، يعني في هذه النقطة العسكري الآن ينتظر أستاذ صادق إلى هذه الانقسامات. نعم سنأتي لهذه النقطة وأهدافه، لكن سؤالي لماذا كل هذا الجدل أستاذ صادق الحاج حول هذا الاتفاق الإطاري ابتداء، وما الذي يميزه من وجهة نظرك عن غيره من الاتفاقات السابقة؟ هو كاتفاق أنا أعتقد إحنا ما عندنا مشكلة في كتابة الاتفاقيات ولا عندنا مشكلة في كتابة النصوص، نحن عندنا مشكلة في دراسة هذه النصوص وفي العمل بهذه النصوص. أنا أقول لك بصراحة بعد تجربتي وخبرتي البسيطة في هذا الأمر، أنا أعتقد أن الشخصية السودانية ذات نفسها محتاجة لدراسة حقيقية، هنالك إشكاليات حقيقية في الشخصية السودانية ذات نفسها محتاجة. الشخصية السودانية ما الشخصية التي تمارس السياسة في البلاد؟ يعني هل تتفق مع الذين يعتقدون الآن أن بلادنا تعاني من فساد النخبة إنجاز التعبير؟ مثل هذه الكلمات الرنانة أنا أعتقد أنها تصلح من شتات لتوزيع رفع توزيع صحيفة، طيب. ولكنها لا تصلح مطلقا لإقامة حوار ديمقراطي بين فئات المجتمع المختلفة. والشخصية السودانية في تقديري الآن بعد الكبت الطويل والحمولة الفائقة من القهر والقمع عبر مئات السنوات، أنا أعتقد محتاجة حقيقة لتعديلات جوهرية، لتعديلات حقيقية تخرج من هذا القبو أو طريقة التفكير العقيمة التي تنتج. طيب. وتعيد ذات الأساس. نعود للاتفاق الإطاري، مضى على الاتفاق الإطاري الآن حوالي 40 يوم سيد ساطع الحاج، لا زال في محطة الصفر، لماذا كل هذا التأخير أستاذ ساطع؟ التأخير لأنه أنا في بداية كلامي قلت لك أنه تم التعامل مع التفكير حول هذه الفكرة اللي طرحها الاتفاق الإطاري، فكرة التحول الديمقراطي، فكرة الانتقال الديمقراطي، تم التعامل معها بطريقة غير عقلانية من كثير من القوى السياسية والقوى الاجتماعية والمدنية في المجتمع السوداني. وكثير من القوى اعتبرت مجرد هذه الفكرة أن يتحدث عنها آخر فهذه خيانة وهذا كذا وهذا كذا وهنالك تخوين وإلى الآخر، وده ما بيؤدي في النهاية إلا إلى إثارة غبار كثيف حول الفكرة يمنعك من رؤيتها ويمنعك من أن تنطلق. والكاسب الوحيد في هذا الأمر هو المكون العسكري المصمم أصلا ابتداء لحماية قوى اجتماعية أرزقية لحماية مصالحه في مواجهة. لكن السيد حميتي نائب رئيس مجلس السيادة وهو عضو بارز طبعا في المكون العسكري ورجل الثاني الآن في الدولة، تحدث في كثير من المنابر المختلفة السياسية والاجتماعية وغيرها عن ضرورة المضي قدما في هذا الاتفاق، وقال بي يعني صريح العبارة يا جماعة ما عندنا حل غير أنه نمشي في التسوية دي أو في الاتفاق الإطاري. هو الموضوع ليس مجرد تصريح فقط من قائد قوات الدعم السريع، الموضوع هو عندما تفكر في قوة الدعم السريع ذات نفسها وتركيبتها وبدايتها وزرعها داخل الجسم السوداني ستعلم تماما أنه هذه التصريحات في تقديري تتناقض مباشرة مع الوجود العملي والفعلي لهذه القوة وللأهداف التي خلقت من أجلها هذه القوة. ولذلك الأمر لا يؤخذ بتصريح هذا أو ذاك بقدر ما نحن بنعمل بشكل يجب أن يكون هنالك دراسة عميقة وموضوعية حتى نصل فعلا إلى اتفاق حول فكرة. لكن سيد ساطع يعني المتابعين. الجميع حتى المتابعين والمراقبين يعني يعلموا ربما أنه هو من يقود هذه العملية الآن وهو الأقرب ربما من المكون العسكري إلى مجموعة المركزي. لا يمكن علميا بالتفكير والتحليل العلمي لا يمكن أن يكون قائد الدعم السريع هو قائد لعملية التحول الديمقراطي، لا يمكن بأي حال من الأحوال. تركيبة الدعم السريع، وجود أسباب الدعم السريع، أهداف الدعم السريع حقيقة حتى منذ نشأته في ظل النظام الشمولي القمع الماضي تتناقض مباشرة. أستاذ صادق تردد مسألة الدعم السريع، أليس الدعم السريع جزء من القوات المسلحة؟ لا يمكن أن يكون الدعم السريع جزء من القوات المسلحة في دولة تحترم نفسها ودولة موضوعية، لا يمكن بأي حال من الأحوال. ولذلك إدخال الدعم السريع كقوة
طيب. في القوات المسلحة الآن بهذا الشكل، هذا ده مزيد من التناقض ومزيد من إعادة إنتاج ذات الأزمة، وهو جزء طبعا من الاتفاق الإطاري، يعني تضمن عملية الدمج بالنسبة للدعم السريع في الجيش وتكوين جيش مهني وفق لترتيب زمني معين. لكن أعود للحديث عن المكون العسكري، هناك من يتحدث عن أنه لا ضمان ربما بشكل كبير لاستمرارية حتى هذا الاتفاق إذا وصل إلى اتفاق نهائي، هذا الاتفاق الاعتباري، باعتبار أنه يعني مسألة الانقلابات هي مسألة غير مضمونة، ولا يمكن أن تضمن المكون العسكري ذاته الذي قام بعملية انقلاب عسكري كما يقول المجلس المركزي وبعض أعضاء المجلس المركزي في 25 من أكتوبر. أنا أعتقد ده كلام صحيح وسليم ولا توجد أي ضمانات، لأنه أصلا يعني عندما نفكر في تحليل طبيعة الصراع يجب أن نصل أن نتفق حول طبيعة الصراع. أنا أعتقد أنه الآن المكون العسكري بكامل أركانه وكامل تكويناته هو جزء من صراع لقوى اجتماعية لا تمثل قوى الثورة، هو متضاد تماما 180 درجة، هذه القوى الاجتماعية متضادة تماما مع مصالح القوى الأخرى التي تمثل الشعب السوداني. أنت قاصد منه بمسألة القوى الأخرى يعني غير قوى الثورة، يعني قاصد ناس نداء السودان ولا قاصد لا مش نداء الإسلاميين ولا قاصد المجتمع أصلا؟ ما بنجي نقسمه الى طبقات والى قوى اجتماعيه يعني بيحدث صراع داخل مع في هذا في المجتمع باعتبار انه الثنائيه اصلا قانون من القانون الكوني، ربنا سبحانه وتعالى بث قوانين في هذا الكون، واحده من القوانين الموجوده التي يسير بها الكون اصلا منذ الازل الثنائيه الصراع، وبالتالي هنالك ابيض واسود وهنالك خير وشر وهنالك اشياء ماديه معاكسه لاشياء معنويه مضاده لها واشياء معنويه معاكسه لها وهكذا. اذا فكره الصراع اصلا هي فكره من القوانين الكونيه الموجوده. المجتمع ذات نفسه عندما نقسمه الى قوى اجتماعيه، هذه القوى الاجتماعيه موجود صراعات بيناتها تحرك مسائل ومعايير اقتصاديه ومصالح اقتصادية واجتماعية وأخرى، ولذلك ستجد إنه المكون العسكري الآن هو بيمثل قوى اجتماعية تتعارض مصالحها تماما مع القوى الاجتماعية التي تؤمن بالثورة والتحول الديمقراطي والحرية والتغيير. هل هذا الحديث أيضا أستاذ يعني ساطع الحاج يقودنا لمسألة وأنه هذه المسودة الخاصة بلجنة تسيير المحامين التي أصبحت الآن هي التي ستقود العملية السياسية بالبلاد وستكون دستور للسودان تميل إلى فكرة العلمانية، والبعض يريد أيضا يعني وجود الدين في الدولة وغيره من هذه التفاصيل؟ الإطلاق مثل هذه العلمانية وهكذا وربطها بالكفر وربطها باللادينية وهكذا، أنا أعتقد أيضا هذه طريقة غير سليمة ولا تؤدي إلى تقديرات صحيحة. الوثيقة الدستورية أو الترتيبات الدستورية التي انعقدت في الورشة التي أقامتها نقابة المحامين أو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ويعتمد عليها الآن الاتفاق الإطاري وكثير من القوى السياسية تعتمد عليها، هي وثيقة في تقديري سودانية وصنعتها أيدي سودانية 100%. نحن لم نقول أنها غير سودانية، لكن يعني تهتم بمسألة العلمانية أو تهتم بمسألة إبعاد الدين عن الدولة. هذا أمر أنا أعتقد أنه نحن سودانيين الناس المسلمين فينا أو المسيحيين فينا أو هكذا هم مسلمين قبل أن تظهر حتى مصالح العلمانية وقبل أن تظهر لا نختلف في هذه المسألة، لكن هل هذا هو الطريق؟ هل هذا هو الاتجاه يعني بالنسبة لهذه المسودة؟ لا هذا أمر غير مقبول، يعني هذا حكم أنه تقول والله أنه هنالك علمانية وترتيبات وثيقة ترتيبات دستورية. نحن نتساءل أستاذ ساطع الحاج هنا هل هذا هو الطريق الآن؟ تتساءل لا يجب تتساءل، أنا أعتقد أنه الوثيقة اللي اتفقوا عليها في ورشة المحامين وثيقة تجاوب على كثير من القضايا السياسية والاجتماعية، ونحن محتاجين في مثل هذه الوثائق حقيقة عشان نربط الفكرة، فكرة التحول. أنا أفهم هذا الحديث، لكن أستاذ ساطع الحاج أنت قانوني ومحامي، يعني أريد إجابة بنعم أم لا، هل هي تدعم العلمانية أم لا؟ ما العلمانية ماذا تعني بالعلمانية؟ إذا كان بتعني بالعلمانية رفض الله سبحانه وتعالى والكفر وكذا لا تدعم مثل هذا الأمر بأي حال من الأحوال، لكن إذا بتعني أن نفرق ونميز
ما بين الدين وما بين الدولة وهكذا، هذا أمر طبيعي في كل الوثائق أمر طبيعي. طيب، الدستورية. بجانب آخر أستاذ ساطع، هذا الاتفاق متهم أيضا بأنه أغفل القضايا المعيشية والأزمات المتراكمة التي يعاني منها المواطن السوداني. كمراقب وكمتابع، كيف تعلق على هذا الجانب؟ ببساطة شديدة، هذا اتفاق استثنائي أصلا، هو لم يأتي لأن يحل قضايا السودان ولا أن يجيب على كافة الأسئلة، هو اتفاق استثنائي لفترة استثنائية حتى نستطيع التحول من المعسكر، يفكك المعسكر الدكتاتوري الشمولي القابض على أركان ومفاصل الدولة إلى فضاءات الحرية والسلام والعدالة. ولذلك غير متوقع أصلا مثل هذه الوثائق أن تعالج كافة المناحي وكافة القضايا وأن تجيب على كافة الأسئلة، لأنها هي بتعالج فترة استثنائية محدودة بسنة سنتين محدودة. يعني أستاذ ساطع، البعض يعني عندما يسمع هذا الحديث يعني يتساءل، يعني عامين جديدين من عمر السودانيين مرة أخرى بخلاف العوام التي قضوها في الفترة الانتقالية، متى ستنتهي هذه الفترة الانتقالية؟ متى سنرى حكومة ينتخبها الشعب وتدير أمور السودانيين بانتخابهم هم، بأمرهم هم؟ هذا سؤال بالغ التعقيد، الإجابة عليه بالغة التعقيد، لأنه هنالك تعقيدات هائلة في الحركة السياسية السودانية وفي المجتمع السوداني وفي الشخصية السودانية، ونحتاج إلى عمل حقيقي وجاد لإحداث التحول الديمقراطي والالتفاف حول الفكرة التي ذكرتها لك، وإلا سنظل ندور في هذه الدائرة. وأنا أعتقد الآن أنه حتى المكون العسكري لم يسمح للثورة أن تنطلق، وقطع الطريق عليها بانقلاب 25 أكتوبر، ولا أعتقد أن الأسباب التي أدت إلى هذا الانقلاب كانت كافية لإحداث انقلاب بهذا المستوى والنكوص على الاتفاق الذي تم في أغسطس سنة 19 بأي حال من الأحوال. ولذلك عندما طالبت قطاعات كثيرة من الشعب السوداني بإبعاد المكون العسكري وإبعاد العسكر من طاولة التفاكر حول كيفية تطبيق فكرة التحول الديمقراطي والمحول المدني إلى دولة ديمقراطية مدنية، أنا أعتقد كانوا على حق تماما، لأنه في تقدير أنه بغض النظر المكون العسكري الآن يمثل قوة اجتماعية بعينه، المكون العسكري ذات نفسه مصمم بشكل أو بآخر على طريق يخالف الطريقة الديمقراطية في الحكم بأي حال من الأحوال. في كل جملة لازم يعني في كل جملة لازم يكون موجود المكون العسكري، لكن ما في مشكلة أستاذ ساطع. البعض من المحللين والمتابعين يعتقدوا بأن تحرك الآلية الثلاثية ومعهم سفارات بعض الدول الكبرى في إهانة للسيادة السودانية، هذا طبعا بجانب تعليق حميدتي الشهير في دارفور بتدخل السفارات في الأمر السوداني، وقال إنه الموضوع ده بإرادتنا. حقيقة إن إحنا في الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية، التدخلات الأجنبية وهكذا بهذا الشكل لابد أن نفكر فيها، يعني حكاية ترفضها لمجرد نشجب وندين، أنا أعتقد أنه يجب أن نكون موضوعين في ذلك. لا، بعيدا عن يعني رأيكم، ما حقيقة دور السفارات في هذا الاتفاق، ومن ثم نسمع رأيك، ما في مشكلة. دقيقة أو دقيقة ونص طيب، عشان أجاوب يعني حوالي 90 ثانية. طيب، إحنا عندما نستدعي التاريخ ليس لكي نتسلى بما حدث في التاريخ، ولكن نستدعيه لكي نعتبر بما حدث حتى نتجنب ما يحدث، باعتبار أن الزمن أصلا بينقسم إلى قسمين، إما ماضي وإما مستقبل. لديناميكية الزمن ما فيش حاضر الآن، يبقى إذن لما نرجع للماضي القريب على الأقل في سنة 1917 ستجد أن هنالك اتفاقية سايكس بيكو اللي هو المشروع الإمبريالي الغربي في تقسيم المنطقة العربية. ستجد قبلها عندما ترجع إلى مؤتمر برلين 1884 فبراير 1885 ما سمي بسكرامبلينج أوف أفريكا، ستجد أنه فكرة هذا المشروع هي تقسيم هذه المنطقة والاستئثار بثرواته وهكذا. إذن لما نتكلم عن السفارات، السفارات تمثل مشروع محدد التي الآن نرفضت، يعني أعتقد أنه تدخلها كلمة حق أريد بها باطل، هي حقيقة تمثل مشروع إمبريالي، خلينا نقول مشروع استعماري منذ 1885. تذكروا جيدا هذا الأمر، ذات هذه الدول هي التي اشتركت في سايكس بيكو سنة 17، هي التي اشتركت في سكرامبلينج أوف أفريكا سنة 1885 وهكذا، لأنه تمثل، ما تمثل سفارة، هي تمثل مشروع متكامل لضرب هذه المنطقة والاستئثار بثرواتها. إذن
لا يمكن الوثوق بهذا الأمر، ولا يمكن الوثوق بهذه الدول، لأنها لا تعبر إلا عن مصالحها المنطلقة من البرنامج أو البرنامج الليبرالي الغربي اللي بيعتمد تماما على تكسير هذه المنطقة. عشان كده أنا قبل كده يمكن في ذات البرنامج قلت ليس صدفة أن تكون العراق مشتعلة، وأن تكون ليبيا مشتعلة، وأن تكون اليمن مشتعلة، وأن تكون السودان مشتعلة، والجزائر محتقنة، وكلها دول تعتبر في العشرة دول الأولى من البترول، من الغاز، من طاقة العالم في هذه المنطقة، تكون بهذا يعني الضعف وبهذه القصة. ولذلك الاعتماد على السفارات والاعتماد على تلك الدول كان الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها حقيقة هو يعني الاتكاء على يعني على أرض هشة، لأنه يمثلون برنامج، يمثلون نظام ليبرالي مهمته الأساسية عبر الزمن هي تفتيت هذه المنطقة ونهب ثرواتها وترك إنسانها بهذه المنطقة. لا توجد مصالح مطلقة للولايات المتحدة ولا للمشروع الغربي ولا لبريطانيا ولا غيرها في أن يكون في السودان دولة قوية ودولة بموارد البشرية الهائلة وموارد الاقتصادية الهائلة. لا توجد مصالح حقيقية مباشرة لهذه الدول التي تمثل ذلك النظام الليبرالي، فأن يكون هنالك دولة ديمقراطية أو دولة قوية أو دولة مستقرة أو دولة ناجحة في قلب أفريقيا تربط ما بين جنوب الصحراء وشمال الصحراء إلى الآخر. إذن عندما تتضاد المصالح تكون عارف تماما أنه التدخلات لهذه الدول هذه هي النهاية. أختم بأنه في هذا المجال طوال هذه السنوات المنطقة العربية ومن ضمنها السودان والأفريقية هي منطقة محطمة ومنطقة مضروبة ضرب شديد، لأن الثروات كلها هنا. ورينا وين التدخل المشروع الليبرالي أو المشروع الإمبريالي نجح في أنه يعيد الاستقرار إلى دولة وأن يدفع بها إلى الأمام. هم في أوروبا بعد أوروبا الحرب العالمية الثانية كان هنالك مشروع مارشال بروجكت، اللي هو كيف أنه أوروبا تنتفض وتنطلق وتعاونوا جميعا في مواجهة الجبار في ذلك الوقت الروسي أو الدب الروسي وهكذا، لكن لم تحدث مثل هذا. الفكرة واضحة أستاذ صادق. طيب أختم برضو الحتة دي، ما يصرف الآن على اللوجيستيس بتاع تدخلات هذه الدول لو صرف ربعه على مشاريع التعليم في السودان أو على مشاريع الصحة في السودان لكان حدث فرق حقيقي في التطور السياسي والتطور الاجتماعي في السودان. ونحن نتحدث عن السفارات والتدخلات الأجنبية، ما حقيقة المبادرة المصرية في الأزمة الراهنة، ولماذا رفضت الحرية والتغيير مجلس المركزي المشاركة في ورشة القاهرة المرتقبة؟ طيب بالنسبة جاوبك على السؤال الأخير إنه الحرية والتغيير لماذا رفضت، تسأل الحرية والتغيير وجهة نظرك يعني كمرادي وكموجود في الساحة يعني. نعم أنا أعتقد إنه مصر دائما الملف السوداني كان بالنسبة لها ملف أمني، لم يكن ملف دبلوماسي. ما بيجينا وزير الخارجية المصري عشان يطرح معانا ويناقش قضايانا وهكذا، ولكنه دائما هو رئيس المخابرات، رئيس المخابرات. ولذلك كونه ان تضع مصر نظرتها للسودان كبوابة خلفية من ناحية أمنية أنا أعتقد ذاته ما بوصل لأي نتيجة. اثنين، الآن النظام المصري ذات نفسه بيبقى في سؤال، هل هو ذاته قادر حقيقة الآن في ظل كل التناقضات الموجودة داخل جمهورية مصر العربية في أن يقدم شيئا إلى السودان؟ هل من المفيد قبول تدخل النظام المصري؟ هل هي قدمت فعلا مبادرة أم قدمت مجرد مقترح من أجل التشاور ومن أجل أيضا توسعة المشاركة في عملية توقيع اتفاق الإطار ما بين الكتلتين الكبيرتين؟ أنا أعتقد بأنه بالرغم أنه هو ملف أمني، ولكنه حتى التدخل ذات نفسه جاء متأخرا جدا. وكونه كل السودانيين يعني أنا أعتقد فاض أنه كل السودانيين يكونوا موجودين في القاهرة للتشاور من 1 ل 8 فبراير وهكذا. أنا أعتقد أنه بشكل أو بآخر يعني حسنا فعلت بعض القوى عندما حددت رأي. أنا أعتقد الرفض ده ذات نفسه رأي إيجابي وليس رأيا. بداية العملية السياسية التي تزامنت مع المبادرة المصرية، هل هو رد واضح بعدم الاهتمام من قبل المجلس المركزي بالمبادرة المصرية؟ ما المبادرة المصرية هو حقيقة في تقدير قدرك جاءت متأخرة وغير مدركة للواقع السوداني، غير منسجمة أو متفاعلة
مع الواقع السوداني النظرة نظرة استخباراتية بشكل كبير. نعم. ولذلك لا أعتقد إنه المشروع الذي يقوم أصلا يعني طبيعة الصراع تصنيفه أو تفنيده على إنه استخباراتي والأبواب الخلفية وهكذا يمكن أن تؤدي مثل هذا التدخل إلى نتائج إيجابية. ولذلك أعتقد حسنا إنه بعض القوى المحترمة في السودان رفضت هذه المبادرة. هذا الرفض هو في تقدير شيء إيجابي وليس طيب. شيئا سلبيا. لكن أعتقد إنه مصر أيضا لابد أن نقول إنه هنالك أكثر من 6-7 مليون سوداني يقومون الآن في مصر، نتعالج في مصر. مصر دولة عظيمة ودولة بالنسبة لنا ودولة كبيرة مفهوم وهكذا يعني، وتربطنا وثائق وشائج شعبية وثقافية كثيرة جدا يعني. هذا لا يعني إن مصر بعيدة من قلبنا. مصر طيب. جزء من أستاذ ساطع، البعض يعني يرى بأن الحرية والتغيير هي ما فصلت الاتفاق الإطاري على مقاسها فقط، باعتبار أنه هي الآن من تحدد من يدخل ومن لا يدخل. والسيد مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة ذكر هذه المسألة وقال كنا نعتقد أنه تكتيك، واتضح فعلا أنه تكتيك بدليل أننا قدمنا طلب إلى السيد البرهان بالتوقيع على الاتفاق الإطاري وتم رفض هذا الطلب، باعتبار أنه هذه المسألة التي يعني واضحة في وسائل الإعلام بأنه الاتفاق الإطاري مفتوح للجميع عدا المؤتمر الوطني هي مسألة تكتيكية وليس فقط. كيف تعلم؟ والله شوف، هو الاتفاق أيا كان الاتفاق الإطاري أو غيره كفكرة تحول ديمقراطي، هذه الفكرة يجب أن تخضع لاستقطاب ومناقشة آلاف السودانيين بمناحي مختلفة، تحديد المعايير وتحديد المشاركة والتحديد هذا الأمر يجب أن يخضع. أنا وتبدأ في تقديراتي لم تخضع هذه الفكرة أصلا الجل إطاري كواحد من أدواته، فكرة التحول الديمقراطي والاتفاق الإطاري واحد من الأدوات المستخدمة في إجراء هذا التحول، هذه الفكرة ذات نفسها عبر هذه الأداة اللي هي الاتفاق الإطاري لم يخضع لنقاش عميق، خضع لنقاش عاطفي، خضع لابتزازات عاطفية هنا وهنالك. ولكن الخطاب الذي ساد كان أقل كثير حقيقة حتى من ذات الإطار الاتفاق الإطاري. الخطاب الذي ساد بعد ذلك لترويج ذلك الاتفاق هو ذات نفسه كان أقل من الاتفاق بشكل حقيقي، لأن الاتفاق هو واحد من الأدوات التي تحقق الفكرة. لكن الهرج الشديد الذي ساد والانفعال الذي ساد وهكذا أدى إلى ما قلت لك غبار كثيف حول الفكرة وحول هذه الأداة، وبالتالي يضيع الطريق. هل هذه الأداة يمكن أن توصل أم لا؟ فالخطاب ذات نفسه محتاج لتغيير، وده خلانا أقول لك أن الشخصية السودانية ذات نفسها محتاجة أنها تقف قدام نفسها ونحاول يحدث تغيير داخل هذه الشخصية. طيب، بدأت العملية النهائية كما تم وصفها للاتفاق الإطاري للعملية السياسية بالبلاد بمناقشات عبر ورش عمل خاصة بالنسبة للجنة إزالة التمكين وتقييم للفترة الماضية ووضع خارطة الطريق لعودة لجنة إزالة التمكين بصورة جديدة. هناك أيضا ملفات سيتم مناقشتها، طبعا إصلاح العسكري وملف سلام جوبا بالإضافة إلى ملف الشرق. البعض يتساءل كيف بالإمكان ربما مناقشة مثل هذه الملفات، على سبيل المثال ملف شرق السودان، و السيد تيري غير موجود في الاتفاق الإطاري ويعتبر أيضا واحد من قيادات شرق السودان، مناقشة ملف سلام جوبا واعتبار أيضا أن مناوي وجبريل غير موقعين على الاتفاق الإطاري، كيف يمكن مناقشة مثل هذه القضايا؟ هو حقيقة طبعا كلامك ده صحيح بشكل أو بآخر، لكن يجب إعادة ترتيب رقاع الشطرنج على الطاولة. بمعنى عندما نناقش قضية الشرق، من هو المستهدف من النقاش، ومن عنده حق أن يشارك في هذا النقاش، وهل كل شخص رفع السلاح أو كل شخص الآن قفل مينا، هل ده بيأهله تماما أن يكون فاعل وله مقعد للمشاركة في مناقشة قضية خطيرة زي قضية من جزء من قضايا الوطن سواء في الشرق أو في الغرب؟ الآن نحن في تقديرات طريقة النقاشات التي تجري لا تتفق مع فكرة التحول الديمقراطي وطريقة كلاسيكية وتقليدية،
وبأشخاص لا يستطيعون إلا إعادة إنتاج ذات الأزمة. نعم، الحرية والتغيير المجلس المركزي تقول بصريحة العبارة أنها لن تفاوض من أجل دخول الكتلة الديمقراطية ككل في عملية سياسية الأخيرة، وأنها تفاوض فقط مناوي جبريل من أجل الدخول. يعني مناوي بالمقابل يقول بأنه التوقيع على الاتفاق الإطاري لن يتم إلا على جسسهم، وأنه لن يوقع بمفرد. ما هو طبعا الحرية والتغيير المجلس المركزي مع احترامي الكامل لهم طبعا، وكل الكتل السياسية احترامنا الكامل ليها، لهم الحق في أن يرفعوا أسقفهم إلى أعلى حد ممكن، لكن في تقدير إنه حتى رفع الأسقف سواء من الكتلة الديمقراطية أو من الجهاز المركزي أو من قوى سياسية أخرى، طريقة رفع الأسقف هذه في تقديري لن تؤدي إلى نتائج إيجابية. يجب أن نعيد ترتيب المشهد، يجب أن نعيد ترتيب الأمر من جديد، يعني أن نعلي من أنه عايزين نتوافق حول فكرة التحول الديمقراطي عبر أدوات نحاول من خلال أن نصل فعلا ونحقق هذه الفكرة. من الذي يناقش؟ يجب أن نعيد هذا الأمر. من الذي يشترك؟ يجب أن نعيد هذا. من عنده الحق بشكل أو بآخر؟ ولذلك الآن الخطاب السائد هو حقيقة ينتج أسوأ ما في الآخر، ما بينتج أحسن ما في الآخر، لأنه التخوين الشديد حقيقة سينتج أسوأ ما في الشخص الآخر، لأنه سيكون هنالك وفقا لقانون في زيائه هنالك كل فعل له رد فعل مضاد له في الاتجاه مساوي له في القوة. إذا نحن من غير ما نشعر بالخطاب السائد نخرج أسوأ ما في الآخر، والآخر يخرج أسوأ ما فينا، وهكذا وتضيع القضية وسط هذه الترهات العنيفة. إذن نتوقع تأخير في انتهاء العملية السياسية بشكل نهائي كما الآن نتابع هذه المناقشات المختلفة المواضيع الخمسة. أنا أديك قاعدة في تقديراتي، العملية السياسية برغم الجهد الكبير المبذول فيها والمخلص نعم. أنا لا ينتابني أي شك في أنه هؤلاء السادة والسيدات مخلصين تماما لقضية الوطن ولفكرة التحول الديمقراطي وهكذا، لكن العملية السياسية في ظل هذه الانقسامات حول هذه الفكرة وحول أدوات إيصالنا لهذه الفكرة وتطبيقاتها، في ظل هذه الانقسامات من قوى المجتمع المدني والقوى السياسية نعم. وإخراج أسوأ ما في الآخر والتمترس حول أسوأ ما في الآخر، هذه العملية ستكون مهددة في العبور فعلا بالبلد إلى بر الأمان، وسيكون الكاسب الوحيد هو المكون العسكري اللي بيمثل قوى اجتماعية مضادة حقيقة لقوى الثورة وقوى التحول الديمقراطي طيب. المؤمنة بالتحول الديمقراطي. حمدو كان أحد الشخصيات أو إحدى الشخصيات المحتربة لدى المكون العسكري. أنا حديث أيضا في الأوساط السياسية بقرب عودة حمدوك مرة أخرى، وأيضا نسأل من هو رئيس الوزراء القادم؟ أشوف أنا شخصيا المعلومات المؤكدة عندي لحد قبل شهر السيد حمدوك ما جزء من هو ذات نفسه غير راغب أن يكون جزء من المرحلة القادمة، لكن ربما هنالك أشياء كثيرة تجري تحت الجسر وما كثير يجري تحت الجسر. أنا من أقل من شهر يمكن ما عندي معلومات إضافية، لكن لحد قبل 30 يوم كانت لدي معلومات مؤكدة بأنه السيد حمدوك أصلا غير راغب أن يكون جزء من المستقبل. ربما يحدث أشياء كثيرة، لكن لا أعتقد في تقديراتي أنه يعني عودة السيد حمدوك كرئيس للوزراء الآن، لا أعتقد أنه هو شخصيا ممكن أن يقبل بذلك، لأنه هذا أمر يتطلب شروط كثيرة جدا. الآن لو القوى السياسية السودانية اتفقت على السيد حمدوك، هذا يتطلب حتى يستطيع الرجل أن يعبر مرة أخرى، دي محتاجة لشروط كثيرة قد لا تتوفر في المرحلة القادمة. إذا ما هي الخطوة القادمة عبر الاتفاق الإطاري، ومتى وكيف تشكل الحكومة القادمة؟ يعني أنا شخصيا لا أستطيع أن أجيب تحديدا على هذه الأسئلة، لأن الوضع السياسي الآن مرتبك ومعقد، وإذا استمر الوضع بهذا الأمر ومشى الإطاري بمجموعة من القوى السياسية الوطنية وهكذا، لن يستطيع أن يصل إلى نهاية الطريق في ظل هذا الارتباك الشديد، في ظل هذه التعقيدات الشديدة، في ظل هذا الانقسام الشديد في الوضع السياسي والوضع الاجتماعي حاليا. نعم، إذا لا تتوقع دخول حلفاء جدد يعني تحت مظلة الاتفاق الإطاري؟ هو إذا أنا في تقديراتي المسألة مش دخول تحت الاتفاق الإطاري، لا أنا بكرر لك تاني نفس فكرتي الأولى، إنه لا بد من إعادة
تنظيم رقعة شطرنج على الطاولة. إذا مشينا بنفس المستوى ده، نحن عايزين نخش حركة العدل والمساواة، عايزين تخش حركة تحرير السودان فقط، وهكذا. وكل من حمل السلاح وين يعني، ما لازم نفكر في أصحاب المصلحة الحقيقيين، ما لازم نفكر في أصحاب الوطن الحقيقيين. يعني من حمل السلاح في وجه نظام عمر البشير بشكل أو بآخر، الآن الموضوع اختلف تماما. الآن احنا خلينا نفكر في التعليم، خلينا نفكر في الصحة، خلينا نفكر في مشاريع حقيقية ترفع البلد. انت لما تجيني بالكفاح المسلح، انت دارك بتفكر دائما في الهياكل الدستورية وفي المنصب الدستوري وفي كذا. المشاريع الحقيقية التي تحدث فارق الآن يجب ان يتم إعلاءها في مثل هذه الاتفاقيات وهكذا. وبالتالي قلت لك الآن عندما نتكلم عن الشرق مباشرة، حصة الذين يتحدثون عن الشرق في المجلس السيادي، في مجلس الوزراء، في المجلس التشريعي، في الهيكلة الدستورية، في المفوضيات، ولب لب لب إلى الآخر. وين حصة التعليم؟ وين حصة الصحة؟ وين الأشياء التي يمكن أن تحدث فرق حقيقي؟ ولذلك ستجد أنه أنا بقول لك الأمر يجب أن يتم تغييره بهذه الطريقة. أصلا الوصول صعب لإحداث تحول ديمقراطي ولتطبيق فكرة التحول الديمقراطي عبر آليات الآلية ذات نفسها الذين يصنعونها والذين يشاركون فيها والذين يضعون يعني خطان في التراك تاع المستقبل وهكذا. ده أمر محتاج لإعادة تقييم وترتيب واضح من جديد. لكن دخول حركات مسلحة هنا أو هنالك لن يغير من خارطة الوطن الاقتصادية، ولن يغير من خارطة الوطن الاجتماعية. وما لم نعيد التفكير بطريقة أنه يجب أن تكون الأولويات الآن في اتفاقياتنا لوضع التعليم في السودان، لوضع الصحة في السودان، لوضع العدالة الاجتماعية في السودان، لإحداث فرق حقيقي في التعليم، في الصحة، في العدالة الاجتماعية إلى الآخر. ما لم يتم التفكير بطريقة زي دي، أنا أعتقد بيبقى الانتقال وتحقيقه وتحقيق الفكرة ذات نفسها بيبقى في صعوبة حقيقية في الوصول إلى الانتقال السلس العادل الذي يقوم على الحرية وعلى السلام وعلى العدالة. أستاذ ساطع الحاج، رئيس الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية والقانون المعروف، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل مشاهدينا استمرارية برنامج مع الأحداث، فابقوا معنا.